reactions. انا بس بدي اروح على هذا المكان حق الطاقه هاي هسه هاي لا عليك باجي باخذ هاي بس والله ما بتعمل شيء بس بعتت لي بونس كيك عارف احسن عشان خلط على ياسر انت ليش تتعامل هون؟ ما في شيء هاي قطعه عندي مليون قطعه هاي كانت اخر واحدة سويت لي جلتش سويت لي جلتش بسوي المقطع اشتركوا في القناة
سسور والله ما يضحك والله ما يضحك والله ما يضحك يا سارة عملت الجلتش عم قاعد خلاص انا سويت الجلتش قبلها طلع دخلت جوا الصندوق بس الاشخاص تبعون الكراتيه يعني انا قلت وين لا شجاني هاي اسم الخوص ليه يدخل دايما بحب احط